أطلقت اللجنة التحقيقية القضائية سراح 14 عنصراً من كتائب حزب الله في بغداد بعد أن تم اعتقالهم ليلة الجمعة الماضية. كما أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أفرجت عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه. هل يمكن اعتبار قرار الإفراج القضائي عن عناصر اعتقلهم جهاز مكافحة الإرهاب عصا في عجلة الإصلاحات الحكومية وحصر السلاح بيد الدولة؟ وهل يعتبر القرار إيذاناً بتصعيد ما بين الكتائب المسلحة والحكومة العراقية؟ وما هو موقف القضاء العراقي بعد حملات الرفض لقرارات الإفراج التي صدرت عنه؟ السلام عليكم. أفرجت الجهات القضائية أمس عن عناصر من كتائب حزب الله بعد أن تم اعتقالهم في عملية أمنية في بغداد مساء الجمعة الماضية بتهمة الإعداد لعملية تستهدف المنطقة الخضراء. كذلك تحصل وزير المالية الأسبق على قرار إخلاء سبيل مؤقت بعد أن تم تبرئته من تهم بقضايا إرهاب، وما يزال هناك تحقيق في ملفات فساد مالي ستطرح لاحقاً. حكومة الكاظم اليوم كانت أمام هذين الحدثين اللي اعتبرها الكثير هزة الثقة بقوة وأيضاً بقدرة الحكومة على إحداث تغيير وتعزيز قوة الدولة على التفتت اللي يشهد العراق. خلينا نتابع تقرير سابق أعد مراسلنا من بغداد عن الخطوات الجريئة اللي خطتها حكومة الكاظمي. العملية التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب ضد عناصر من حزب الله تعد الأولى من نوعها، وجاءت غداة تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عزمه استعادة هيبة الدولة ومنع تكرار الهجمات الصاروخية التي طالت المنطقة الخضراء ومواقع عسكرية، إلى جانب سعيه فرض سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية. الخطوات التي اتخذها الكاظمي استفزت الدولة العميقة والأحزاب التقليدية بالشكل الذي سينتج عنه مواجهة ما بين الكاظمي من جهة وهذه القوى السياسية من جهة أخرى. لذلك تصور بأن نجاح الكاظمي مرتبط باستمرار واستدامة هذه الخطوات، سواء على مستوى إعادة هيكلة الدولة العراقية أو حتى فيما يرتبط بحصر السلاح بيد الدولة. يبدو أن الكاظمي عازم على توجيه ضربات إصلاحية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مستغلا صلاحياته غير الحزبية وغير الملزمة بالمحاصصة في خطوة أخرى بعيدة عن إرادة الأحزاب. كل هذا في الحقيقة يجب أن يعالج، وهذه العلاجات هي أن هنالك تطوير للاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة، عملية التسريع في الأداء الحكومي في إدارة مالية صحيحة، هنالك استنزاف للأموال العراقية في الخارج، هنالك عملية تهريب أموال سابقة يجب استعادتها. كل هذه الأمور يجب أن يكون السيد الكاظمي محيط بها ويعمل بخطوات حقيقية من شأنها أن تقلل من هذه التبعات المالية. وتسعى حكومة الكاظمي إلى إيصال رسائل لمن ترى أنهم يصرون على جعل العراق ساحة حرب إقليمية، بأنه لا سلاح خارج إطار الدولة ولا سلطة فوق القانون. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. من بغداد ينضم لنا الباحث السياسي أوراس آل حمد، وكذلك ينضم لنا المحامي والناشط المدني نصير الجنابي. موجود نصير مهند الجنابي موجود ويانا، وكذلك الأستاذ أوراس آل حمد وأمير الدعمي أيضا حقوقي من عمان. مرحبا بجميع ضيوفي. خلينا نبدأ ويا أستاذ أمير الدعمي طالما دا نحكي عن قانون. أستاذ أمير، يعني قضاء عراقي بثلاث أيام أربعة قضى بقضية عناصر حزب الله وطلعهم تبرئة، بينما الناس تقول لك أنا صار لي سنين أركض وراء ولدي ونايمين بالسجن حتى محاكمة ما صعد. نعم، تحية لك أستاذ محمد وتحية لمشاهدي قناة الفلوجة.
يعني نعم هناك بعض التساؤلات والاستفهامات التي قد تثار حول آلية إخراج هذا أو ذاك، وهناك من يقبع في السجون على قيد التحقيق لمدة سنوات وليس حسب يعني قضية، وإنما على قيد التحقيق لسنوات، وبالتالي هذه الإجابات يمكن أن يعني أن يجيب عنها الاختصاص وهو القضاء نفسه. نعم قد تكون هناك ازدواجية، قد تكون هناك الكيل بمكيالين، أن تكون هناك محابات أو تأثيرات. يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم السياسيين أنفسهم السياسيين وهم قادة للكتل وغيرها يقولون نحن نهدد القضاء ونحن نضغط على القضاء، وهذه بتسجيلات عبر الفضائيات. بالتالي لا تستغرب اليوم إذا طلعوا بثلاث أيام أو بعد ساعة، وإذا ما بقى هناك أشخاص لسنوات هم على قيد التحقيق وقد يموتوا في السجون. طيب هذه الازدواجية موجودة، لكن السؤال أستاذ أمير، السؤال هو هسه نعم. هل هذا صحيح أنه المحكمة المفروض بهالسرعة تبت بالأحكام القضائية اللي بالشكاوى اللي صادرة لها بمشاكل الناس اللي صادرة، وإلا هذا مستعجل لأنه يعني تعرف طرف سياسي موجود بالدولة يعني العراقية؟ يعني هو المعروف والمتعارف والذي يجب أن يكون حسم الدعوة بالسرعة الممكنة وفق ما توفر من أدلة. يعني خلال 48 ساعة يجب أن يبت بمصير المتهم، هذا بقانون أصول المحكمات الجزائية. 48 ساعة يبت بأصل المتهم. لكن الغير متعارف والغير والدارج الآن هو أن يبقى المتهم 5-6 سنوات 7 سنوات قيد التحقيق دون حسم قضيته، هذا اللي هو مستغرب عليه، 6 أشهر سنة ما فوق. لذلك أنا أقول نعم قد يكون 3 أيام أو 4 أيام وتم حسم قضيتهم ممكن، لكن الاستفهام اللي يكون هو أنه الناس تقول لك احنا اكو ناس او اكو ابرياء بالسجون ما حسمت قضاياهم لسنوات، فكيف لان دول الطرف سياسي يتم حسمه خلال 3 أيام؟ خليني انتقل الى بغداد والباحث السياسي اوراس آل حمد. مرحبا بك استاذ اوراس. حياك الله حبيبي استاذ محمد، وتحيه لك وقناتكم الموقره والضيوفك الاعزاء، حياك الله. يا هلا بك استاذ اوراس. يعني شلون ممكن سياسيا نقرا المشهد اللي شفناه أمس البارحة؟ كان هناك تصعيد من قبل كتائب وأبو علي العسكري بالتغريدة مالته، كان مصعد بشكل كبير وقال إحنا اليوم نطلق سراح المعتقلين مالوتنا اللي محتجزين بحكومة الكاظمي، وكان هناك يعني كلام يعني عالي نحكي ويا الكاظمي. سياسياً شلون ينقري هذا المشهد؟ يعني شبه تهديد صار للكاظمي؟ أستاذ محمد طبعاً بالبداية أنه اليوم السيد مصطفى الكاظم رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة وهو المسيطر على كل أصناف الدولة الأمنية والمفاصل الأخرى، نلاحظ يعني مثل ما قالت بعض القوى السياسية اللي عندها سلاح خارج إطار الدولة أن فرضت قرارها على قرار الدولة. السيد مصطفى الكاظم اليوم هو ليس زعيم مكون، ولا هو زعيم كتلة سياسية، ولا هو رئيس تحالف. اليوم هو رئيس وزراء ممثل لبلد، يجب أن يقوم نوى أن يقوم بجعل وفرض هيبة الدولة على يعني الأصناف اللي موجودة عنده بالقوة السياسية. لكن الرد من يجي من قبل الفصائل المسلحة أو بعض الفصائل المسلحة اللي هي اعتبرت نفسها مقاومة والشعب أخذها من باب مقاومة، وهو اعترف أنه هاي الفصائل يعني هي عملت ودحرت الإرهاب في المناطق المحافظات المحررة. فإذن هنا يعني السيد مصطفى الكاظم يجب أن يعرف قراره، ويجب أن يعني ينوه للعالم. بس ايش ما صار رئيس وزراء أستاذ أوراس؟ ما صار رئيس وزراء على الحالة إذا هو ما يقدر يفرض كلمته يعني على المجاميع المسلحة اللي هي أصلاً جزء من القوات المسلحة اللي هي تأتمر بأمره هو القائد العام للقوات المسلحة؟ استاذ مصطفى اليوم استاذ محمد العفو، اليوم السيد مصطفى الكاظمي نوى مثل ما قلنا انه يصحح العفوات والاخطاء والتراكمات السياسيه السابقه، ووضع برنامج جديد غير البرامج السابقه اللي برامج الوعود والعهود. هذه النيه اتت بتشخيص خطا في افلام فصل مسلح، قام السيد مصطفى الكاظمي بقوه رسميه وبقرار قضائي بإلقاء القبض على بعض المتهمين بأمور سواء كانت أمنية أو غيرها. أجت التهديدات، طلعت سيارات،
تحمل سلاح، سياراتها غير أمنية، والحاملين السلاح ما عندهم هويات إن هم تابعين للدولة، وكسروا هذا القرار وفرضوا أمرهم على القضاء. والنقطة الأهم إنه انتزعوا وكسروا كلام السيد رئيس الوزراء وأثبتوا جدارتهم بالساحة. اليوم المشهد أو الشارع العراقي اليوم هو كله يعني مع القوة، لكن القوة قوة الدولة وقوة فرض هيبة الدولة مع السيادة، مع القرارات الصارمة، مع مكافحة الفساد، مع حصر السلاح بيد الدولة. لكن ما نلاحظها اليوم أنه السيد مصطفى الكاظمي يعني يتعكز على عكازة منخورة بعض الشيء. طيب، أنه في أول مطب وفي أول مواجهة تعثر. زين، خليني أنقل هذا الكلام، خليني أنقل هذا الكلام السيد مهند الجنابي المحلل السياسي ويانا من بغداد. أستاذ مهند مرحبا بك، من أربيل عفوا. أستاذ مهند، اليوم تصريحات اللي يعني توجه للكاظمي يعني بها لهجة خطاب شديدة، يعني مثلا تصريح كتائب العصائب وأمينها يعني كان يعني كلش كبير، من قال أنه أنت مجرد شخص إحنا جبناك، لا شعب انتخبك ولا شيء، أنت شغلتك تعدل الاقتصاد، تمشي الأزمة الصحية، وتعبر هاي الحكومة إلى أن تجيب لنا حكومة جديدة، انتخابات يعني جديدة ينتخبوها وتصير هناك تشكيلة جديدة للحكومة. يعني هاي التهديدات شلون تنقرى سياسيا؟ مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه هذه التصريحات وهذه السلوكيات التي رافقت عملية الاعتقال هي تعكس صورة للرأي العام، ليس فقط العراقي، الرأي العام العالمي، أنه العراقيون جميعا أمام معركة حقيقية، معركة الدولة واللا دولة. نتكلم عن تطلعات وعن سياسات وعن تعهد به السيد رئيس الوزراء ضمن برنامج الحكومي، كانت مسألة حصر السلاح بيد الدولة من ضمن عناصر البرنامج الحكومي الذي صوتت عليه هذه القوى السياسية، والتي تأتي اليوم وتتهجم عليه عندما خطوة أولى، خطوة جريئة، خطوة مباركة، بنت يعني نوعا ما أو عززت ثقة الشارع العراقي بسياسة الحكومة الحالية. هذه الأفعال وهذه التصريحات والتهديدات هي تعكس بالضرورة أنه هذه المعركة هي ليست فقط معركة رئيس الوزراء أو جهاز مكافحة الإرهاب، بل هي معركة الشعب العراقي، معركة العراقيون الذين يتطلعون إلى دولة حقيقية يسودها القانون، يتساوى فيها الأفراد، وهو أيضا الشعار الحقيقي الذي أطلقه منتفضو تشرين، انتفاضة تشرين المباركة، بعبارة نريد وطن. هذا الوطن الذي نريد وطن خالي من السلاح المنفلت، خالي من التأثير الخارجي، خالي من الأدوات. اليوم لدينا فصائل مسلحة، أنا أركز على قضية مهمة دائما، أنها فصائل تدعي انتمائها إلى الحشد الشعبي، هي ليست جزءا من المؤسسة الأمنية أو جزءا من المؤسسة العسكرية. لو كانت كذلك كان يفترض أن تلتزم بقانون الحشد الشعبي رقم 40 لعام 2016. هذه الفصائل حتى بقانون الحشد الشعبي لا تلتزم، لا تزال تحمل نفس مسمياتها الميليشياوية التي رفضها أو شدد عليها القانون. ثم من جهة أخرى، إذا كان هنالك نصرا حقق لهذه الفصائل في عملية الإفراج عن معتقليهم، مع أنه اليوم المتحدث باسم السيد رئيس الوزراء ذكر بأنه هنالك معتقل لا يزال وهو الذي كان مطلوب، إذن المسألة لم تحسم حتى الآن. ولكن إذا تحدثنا عن نصر لهذه الفصائل، فهو نصر على من؟ هل هو نصر على عدو خارجي أم هو نصر على الدولة؟ عندما يكون النصر على الدولة وعلى القانون وعلى هيبة الدولة، فهنا يتعرض الأمن الوطني للخطر، ويتعرض كل ما في الدولة وحياة المواطنين للخطر. طيب، بالتالي هذه المعركة نؤكد أنها معركة مستمرة، ولا خلاص للعراق سوى بالتخلص من يصادر القرار السياسي أو أن يفرض أجندات خارجية على المشهد السياسي. زين، أنتقل للأستاذ أمير الدعمي. أستاذ أمير، قانونيا شلون يقدر الكاظمي يحاسب من اتهمه بأنه عميل، وأنه لا زال هناك تدور حول شبهات بمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، وكذلك خلينا نسميه التهديد المبطن من قيس الخزعلي، من قال له أنت مو شغلك وهذا شغل أكبر منك وما أعرف إيش ولازم تعرف حجمك ومن هالأمور. قانونيا شلون يقدر يستفاد منها الكاظمي؟
يعني حقيقة هو القانون العراقي أعطى لرئيس الدولة هيبة ورمزية مصانة، وهذه الهيبة والرمزية مصانة وفق المادة 226 اللي أعطت لرئيس الدولة الحق بمقاضاة وقانون عقوبات العراق النافذ لسنة 1969. من أهان رمز رئيس الدولة، من أهان المجلس الأمة، من البرلمان، من أهان المؤسسات العسكرية وما غير ذلك، هو الحكم عليه وفق القانون، وهو يعني إهانات علنية قد تكون الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات. لليوم السيد الكاظمي إذا ما أراد تحريك الشكوى وفق القانون وفق ما صدر من بعض يعني الكلمات وبعض يعني حتى من خرج وفق القانون وفق القضاء، هو ذهب إلى أن يجعل صورة رئيس الحكومة تحت أقدامه وكأنما هم يعني هو إسرائيلي وليس هو عراقي ورئيس حكومة، وله احترام ورمزية. هذا الاحترام والرمزية هي تمثل الدولة العراقية عموما الشعب العراقي. لذلك من حق رئيس يعني الحكومة اليوم السيد مصطفى الكاظمي إقامة الشكوى وفق ما تقدم من كلمات ومن إهانات قد تكون مبطنة وغير مبطنة، والقانون قد موجود ومفعل، لكن هل سيتحرك السيد الكاظم بهذا الاتجاه؟ هذا متروك إلى يعني كشخص زين. لكن كدولة أنا أعتبر اليوم رمز الدولة أهين بهذه التصرفات وبعض الألفاظ التي أطلقت عليه. هي مو بس ألفاظ أستاذ أمير، يعني حتى الكتائب قالت إحنا راح نرفع عليه دعوة بالمحكمة، دعوة خطف سموها. يعني هذا يعني حقيقة يعني المضحك المبكي. أي. يعني اولا السيد رئيس الحكومه وحسب ما صرح به الناطق باسم الحكومه انه تم خروج القوه بناء على اوامر قضائيه، اليوم كل شخص معرض للاتهام، يعني مو انه بقصد لكن اكو اشخاص كثير يتهمون اليوم بعمليات او بجريمه معينه، لكن القضاء هو الفيصل. زين. بالتالي اين خطا رئيس الحكومه؟ الخطا اذا كان فيحسب للقضاء اللي اصدر مذكره القبض، رئيس الحكومه ما له علاقه بالموضوع. طيب لذلك أنا أعتقد اليوم القضاء هو بالواجهة. طيب أستاذ أوراس، مثل ما شفت البارحة يعني اللي أطلق سراحهم أو يعني أخذوهم غصب، خلي ما نقول أطلق سراحهم، داسوا على صورة الكاظمي وكان يهوسون بأنه يعني وكأنه معلنين نصر، يعني شلون تقرأ هذا الموضوع؟ أستاذ محمد، يعني إحنا قبل لا ندخل بهذا الموضوع أنه أكو تحديات صارت إعلامية بين رئيس الوزراء وبين زعماء كتائب حزب الله. يعني قبل يعني أول بارحة أول أمس طلع السيد مصطفى الكاظمي بعد التهديدات اللي جت من الشيخ قيس الخزعلي ومن الفصائل المسلحة أنه إحنا راح نعمل وراح نفعل وراح نسوي إذا وهذا مو شغلك وهذا، طيب هو رئيس حكومة تنفيذية يعني تنسيق الأول والأخير بالمحكمة الاتحادية وبالقضاء. طيب وهو رجل القانون الأول بالعراق وإجا بتوافق سياسي من قبل التحالف بس الفتح اللي هو سادة وراس دي يقولوا له أنت هذا مو شغلك، أنت رئيس وزراء إحنا جبناك، عندك 1 2 3 تنفذهن، تروح تسوي عمليات اعتقال مو شغلك، إحنا هذا حكيهم يعني مو من عندي، إحنا نروح نضرب الأمريكان هذا مو شغلك، ما لك حق تتجاوز على المقاومة، يعني فد عبارات كانت قوية جدا لرئيس وزراء. هل فعلا انه هو من حقه ولا مو من حقه؟ استاذ محمد يعني قلت لك اول امس اول يوم امس السيد مصطفى الكاظمي لما طلع استقبل هذا الطفل ولعب ويا طوب مكتب الخاص، هي رساله راح يوصلها انه انا جاي ماضي بقانون وهذا القانون انا راح اتوجه به وراح اجابه كل التحديات اللي راح تجيني من قبل اي شخص كان. لكن الغريب بالموضوع انه اللي طلعوا بقرار قضائي. زين السيد مصطفى الكاظمي هنا موقفه ضعف، يعني اليوم الشعب العراقي بقى عين تضحك وعين تبكي بعد التحديات وبعد المسانده الجماهيريه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الاعلام، من صار هذا الرد الشعب كله يعني على فوهته وسكت. طيب اذا هو رئيس الدوله الاول وهو القائد العام للقوات المسلحه ودخل بهيج خطوه وبعد يومين من جرائته واتخاذ هذا التحرك سكت، الشعب الباقي المختطفين، احنا نريد نسال بالله عن المختطفين الالاف اللي ناخذهم من المحافظات المحرره من مناطق حزام بغداد، وينهم لعد؟ شو هم قامت الدنيا وما قعدت؟ لو لان هاي الفئه من المجتمع ما عندهم سلاح خارج اطار الدوله وتابعين للدوله ومساندين للحكومه ما قدروا يطلعون ويهددون ويوعدون ويقطعون طرق،
ما تلبت وما سمعت أصواتهم لا من قبل القضاء ولا من قبل رؤساء الوزراء السابقين. طيب ومن اجت هاي ال 15 شخص قامت طلعوا زعماء الفصائل المسلحه وهددوا وهم تقريبا وضعوا يعني خلوا بغداد طيب. على المحك طيب وضحك انه رادوا يفتحون ساحه وجبهه جديده ببغداد بين الدوله ولا دوله. اي استاذ مهند لو سمحت قبل قليل بخطاب المتحدث باسم رئيس الوزراء قال اللي طلعوا البارحه هم كانوا موجودين في مكان الاعتقال والمعتقل والمشتبه الرئيسي إلى الآن محتجز. شنو رأيك بهذا التبرير الحكومي؟ لا أنا لا أعتقد أنه هذا تبرير أستاذ محمد. يعني الحكومة في بيانها أو تحديدا قيادة العمليات المشتركة ذكرت بأنه مذكرة القبض هي تخص ثلاثة عناصر في ليلة الاعتقال أو في اليوم التالي، وأيضا متحدث باسم رئيس الوزراء ترك الأمر إلى القضاء وأعلن بأنه القضاء هو سوف يتخذ مجراه، وبالتالي رئاسة الوزراء أو شخص القائد العام للقوات المسلحة لا علاقة له فيما سوف يحصل لاحقا، وأيضا حتى جهاز مكافحة الإرهاب. لكن هنالك نقطة مهمة في هذا الفوضى بشكل عام. أعتقد أنه ما تجرأ على القيام به رئيس الوزراء في التصادم مع هذه الفصائل أو الاتجاه لحسم هذا الملف في عملية ربما تكون عملية بسيطة ولكن لها أبعاد كبيرة جدا. دعنا ننظر إلى نصف الكأس المملوء وليس الفارغ. لم يجرؤ رئيس وزراء سابق أن يصطدم بسلاح الميليشيات، هذا من جهة. من جهة أخرى نعلم جيدا أنه المعركة مع الفصائل المسلحة هي ليست معركة عسكرية بل بالدرجة الأساسية معركة استخبارية، معركة إعلامية، معركة مجتمعية. لا يمكن أن نقيس على حادثة معينة أو على أول خطوة بأنه البرنامج أو التوجه العام أو السياسة العامة للدولة قد فشلت في مواجهة هذه الفصائل، بل أنه العملية هو مبدأ عام وهو أيضا توجه حكومي. أعتقد أنه اليوم الحكومة جادة بشكل كبير لحسم هذا الملف، وأيضا قبل قليل أيضا كانت هنالك تأكيدات من قبل رئيس الوزراء وحتى من قبل رئيس الجمهورية. أما ما يتعلق باختصاصات رئيس الوزراء وهو أيضا توقع هذه الهجمة الإعلامية ما أعلنه أمين عام عصائب أهل الحق من تهجم كبير، ليس عصائب أهل الحق أو الأمين العام أو أي شخص يحدد مسؤوليات رئيس الوزراء. مسؤوليات رئيس الوزراء واختصاصاته واردة في الدستور العراقي، وبالتالي لا حق لأحد غير الدستور أن يحدد ما هي المهام. هذه الحكومة حكومة حاصلة على ثقة كاملة وتتمتع بصلاحيات كاملة. إذا كان عمرها شهرين أو عمرها أربع سنوات الصلاحيات بس مستمرة ومتكاملة. الناس ده تسأل يقول لك أنه ليش بهذا التوقيت الكاظمي يعني سوى هاي الحركة واعتقلهم، والآن يعني التهديد المضاد إلى يعني جاب نتيجة أكبر، والآن يحسب النصر للي طلعوا وما يحسب النصر لأنه والله أنا الكاظمي وجريت لكم كم واحد كان يطلقون صواريخ على بغداد. يعني مثل ما ذكرت أستاذ محمد أنه إذا أخذت التوقيت أعتقد أنه هذا الملف تحديدا هو لا ننظر إليه عراقيا فحسب، بل المسألة لديها ارتباطات إقليمية وحتى ارتباطات دولية. العراق اليوم في اتجاه حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، يعول العراقيون وحتى الحكومة العراقية تعول على أن يسود هذا الحوار استقرار للعلاقات من أجل مساعدة العراق على التخلص من أزمات الكبيرة وتحديدا الأزمة الاقتصادية إضافة إلى الأزمة الصحية. هذه التطورات وهذه الأزمات هي تجبر أو تلاقي المصالح الوطنية العراقية مع مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هنا اليوم هذه الظروف وهذه التطورات. أعتذر منك أستاذ مهند، أرجع للأستاذ أمير الدعم. أستاذ أمير، تعتبر هاي الضربة اللي قام بها القضاء العراقي هي موجهة للكاظمي؟ يعني أولا احنا كدولة ديمقراطية أو ندعي الديمقراطية، أنا طبعا ما مؤمن بكلمة ديمقراطية بالعراق، لأن اليوم السلاح هو المهيمن على العملية السياسية عموما بالعراق. وهذه الديمقراطية هي كذوبة طبعا بالعراق. لكن خلينا نقول دولة ديمقراطية اليوم لا ما يوجد انتصار أحد على طرف آخر. اليوم الكلمة للقضاء، القضاء صدر أمر قبض، القضاء حقق بالموضوع. هسه من المطلوب 13 14 20 طلعوا 5 طلعوا 6، القضاء كلمته هي الفيصل.
بقى انه انتصر هذا الطرف على رئيس الحكومه او رئيس الحكومه انتصر على ذاك الطرف، هذا الكلام غير مقبول. احنا يا اما دوله نؤمن بالديمقراطيه او نؤمن بانه القانون يعلو ولا يعلى عليه، او انه احنا لا والله انه كيف هذا الطرف او ذاك الطرف. استاذ امير يعني القانون ده يتفصل يعني كيف القضاة حاليا يعني بالعراق، اللي يريدوا يبرئوا، اللي يريدوا يطلعوا عدم كفايه ادله، اللي ما اعرف ايش جاي من طرف فلان انا اطلعه، والناس اللي صار ابنائهم من 2014 بالسجون الى الان ما صعدوا محكمه. يعني اني غصب يعني بقلبي اقول لك ايه، ما اقدر اقول لك لا. أي. يعني للامانه يعني انا مطلع وانا قريب وللاسف هذا الموضوع، لكن خلينا نكون هم صريحين. اليوم القضاء بعد 2014 غير القضاء قبل 2014. كان نعم قبل سابقا قد يكون يفصل لصالح هذا الشخص على حساب الكتل السياسية والناس عموما، لكن اليوم نوعا ما اكو فد يعني اكو حيادية بالقضاء، اكو نوع من استقلالية للقضاء. لا بس ما اقول لك بنسبة 100%، لا اكذب عليك واكذب على نفسي. زين. بالتالي انا اقول اليوم يعني تستند على كلامك هذا بالحكم على رافع العيساوي، واليوم طلعوا براءة، الشاهد قال أنا يعني زورت رافع العيساوي وكذب وأنا ما يعني شهدت زور. رافع العيساوي بريء، ومحمد الدايني بريء. أي. وأثير النجيفي بريء، وطارق الهاشمي بريء. أي. وأنا مطلع على هاي الملفات. زين. هذه الملفات كلها مفبرك للأمانة وللتاريخ، وأنا كتبت حتى على صفحتي وحتى بتويتر. زين. هذه كانت تصفية الخصوم وكانت المقصلة بيد الجلاد. بالتالي حصل ما حصل. اليوم مو جميل لأحد على رافع العيساوي. رافع العيساوي فبركت عليه، ومن راح بالإعدام ومن راح بحكم السجون من جماعة رافع العيساوي راحوا مظلومين وأبرياء. أي. لكن لا حول ولا قوة، ونحتسبهم يا رب العالمين. لكن رافع العيساوي قدر مثل اليوم أن يسوي موقف القانوني وأن يرجع وأن يتبرأ. هذا بحث آخر. لكن هو بريء للأمانة وللتاريخ، مثل ما كل من تم تصفيته سياسيا بالقضاء. أي. وتم تبرئته فيما بعده مبريا. طيب للامانه. طيب استاذ اوراس، اليوم مثل ما شفت القضاء برا رافع العيساوي من تهمه الارهاب، وقال بانه الشاهد اللي شهد على العيساوي اليوم غير كلامه وقال انا شهدت زور والعيساوي بريء من هذه الافعال. زين، والبقيه اللي موجودين بالسجون اللي مختطفين، اللي من الرحالية، من الرزازة، من أبو غريب، من كذلك صلاح الدين والموصل، من الشمال للجنوب، زين ذول اللي بالمخبر السري اللي راحوا هيك والآن ديتاجرون، يعني صار المخبر السري عبارة عن تجارة، يعني أجيب لك فلان وطيني فلوس، أطلع لك فلان وطيني فلوس، هذا شو القضاء ما يحكي بيهم؟ نعم أستاذ. طبعا بالتاكيد استاذ محمد، يعني ما احب اضيف على اللي قال استاذ مهند واستاذ امير. اليوم القضاء يعني المخبر السري هو اصبح القاضي الميداني بالنسبه لهذه المناطق ولهذه المحافظات. يعني اكو قاضي ميداني واكو قاضي يتحكم بمصيره وبارواح والاقتصادي بنفس الوقت. لكن احنا ما نشكك في دور القضاء. القضاء والحكومات اللي السابقه سيست القضاء، لكن هسه بدا انه يصحى من البنج اللي كان فيه القضاء، وبدا يعني ياخذ المجال للقانون، يعني ياخذ مجراه. لكن احنا عندنا تراكمات، التراكمات اجت اليوم السيد مصطفى الكاظمي امام، يعني اليوم حتى خلينا نضرب مثال هيك عام، اليوم حتى الشارع اللي يعني مزدحم بالنفايات، أي. من يجي ابو البلديه يريد يشتغل فيه ما راح يكون فيكون. أي. بربع ساعه وبساعه راح ينظفه ويبلطه ويارصفه ويزرعه ويخليه هم يراد له. فاليوم يعني العراق اشبه بهذا المثل. زين، اليوم العراق. طيب. هو متراكم. خليني نضيق الوقت استاذ اوراس. اي اعتذر منك، خليني انتقل للاستاذ مهند. استاذ مهند، يعني شلون تقرا يعني خروج وتبرئه العيساوي اليوم؟ اكو صفقة سياسية، هواية حكوا وقالوا انه رافع العيساوي ما اجى للقضاء الا ما بعد ما اتم صفقات سياسية بين احزابه وطمنوه وقالوا له احنا هذا ملفك راح ينفتح بالقضاء وانت بريء من الان، روح والموضوع ماشي. تقرأ بهذه الطريقة والا فعلا القضاء كان نزيه وبرأه؟
يعني لا تتوفر عندي معلومات عن تفاصيل هذه القضية بشكل مباشر ولا أزيد على ما تفضل به أستاذ أمير. صحيح هنالك الكثير من الخصوم السياسيون تحديدا في ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تم تصفيتهم بهذه الطريقة، ونعلم جيدا بأنه المشكلة الحقيقية هي ليست فقط في القضاء بل في الإجراءات التحقيقية. يعني كثير من المعتقلين ربما الآلاف منهم لا تذهب أوراقهم التحقيقية إلى القاضي في المواعيد المحددة، وهذا ملف كبير جدا، ملف فساد وابتزاز للمعتقلين ولذويهم، وحتى الأبرياء الذين قضوا سنوات وأفرج عنهم لم يعوضوا عن ذلك. هذه المشكلة الحقيقية في الإجراءات التحقيقية وفي وزارة الداخلية والمؤسسات المسؤولة عن المعتقلين. بس هذا فتح شهية باقي السياسيين اللي عليهم قضايا. هذه مشكلة حقيقية، مشكلة كبيرة جدا. أي يعني قبل فترة أيضا إنه جيفي أثينو جيفي صرح قال بس يعني تخلص شغلة العساوي أنا أيضا راح أقدم للقضاء وأشوفهم إنه أنا بريء، وكل التهم اللي كانت عليه تهم كيدية. يعني هنالك ثقة، ربما إذا كان الثقة المشكلة هنا، المشكلة الحقيقية هي ليست ثقة الشخص بنفسه أنه لم يرتكب جريمة، ولكن ثقته بالقضاء. طالما أو متى ما توفرت الثقة بالقضاء جميع المطلوبين أو جميع من لديهم قضايا ربما سوف يتجهوا إلى القضاء. وهذا يعني في نفس الوقت نحن أمام يعني متغيرين أو جانبين، من جهة إطلاق سراح عناصر لكتائب حزب الله، ومن جهة أخرى إطلاق سراح رافع العساوي. هذا أعتقد أنه الصورة ربما يجب أن تتضح، ويجب أن تكون هنالك استقلالية تامة للقضاء. هذا جزء مهم جدا في بناء الدولة. طالما نطالب بدولة قانون، دولة يسودها القانون والجميع يكون تحت القانون، القضاء أو السلطة القضائية هي الدرجة الأساسية التي يجب أن يشملها الإصلاح وأن تعزز موقفها وأن تحمي العراقيون دون استثناء. واضح أستاذ مهند. أستاذ أمير، اللي غوى يعني بحادثة العيساوي الشاهد غير أقواله وقال أني شهدت شهادة زور وهذا كله كلام كذب. زين هسه هذا اللي شاهد اللي وين راح؟ طلع خلاص، راح يعني راح لبيتهم الآن هذا الشاهد الزور؟ مو هذا السؤال، السؤال شوي أدق وأعمق. هو هذا الشاهد شهد بس على عيساوي، لو شهد على كثير انحكموا بالإعدام أو انسجنوا بالمؤبد. زين. طيب هل راح تنعكس هاي شهادة على إعادة تحقيق بالأبرياء اللي حكموا شهادة الزور بالقضاء؟ شنو عقوبتها؟ هي مو شهادة الزور أستاذ محمد، هي الإكراه والضغط اللي يتمارس على المتهم أو الشاهد حتى يشهد ضد متهم آخر. زين. واللي للأسف القضاء في فترة من الفترات قام ما ياخذ حتى بالتقرير الطبي ويعتبره وسيلة من وسائل الالتفاف على الأدلة، وهي الأدلة مجرد اعتراف، والاعتراف جاي بالإكراه. يعني الآن الشاهد أصبح أداة بيد أحزاب، بيد طبعاً. ناس مسيطرة على بيد الوضع، بيد القائم بالتحقيق، بيد القائم بالتحقيق اللي يرسم له الطريق ويرسم له السيناريو ويحفظه ويروح يحكي بالقضاء. هذا ضمي على صفحة، معناته لا عليه حكم ولا يطب سجن ولا هم يحزنون. لا الحكم، أكو مخبر سري وأكو شاهد متهم، أكو فرق. أكو مخبر سري يجي يدي معلومات للقضاء، هو مخبر سري. زين. وهذه آفة أكلت ملايين الأبرياء. صحيح. وأكو شاهد بصفة متهم اللي هو متهم بالقضية وشاهد على متهم آخر. طيب هذا إفادته اللي شهد بيها على رافع العيساوي. طيب هل تم هسه برأوا العيساوي بقية المتهمين؟ برأوا العيساوي ما يرفع دعوة ضد هذا اللي شهد ضده؟ لا شرفع دعوة، راح يقول لك أنا بالإكراه وبالضغط وبالتهديد. أي. وفعلا يجوز هو بالإكراه وبالضغط وبالتهديد. بس قول هل هذه الشهادة اللي هسه انمحت على رافع العيساوي راح تنمحي عن مئات اللي انحكموا جراء هذه الشهادة بالإعدام وبالمؤبد؟ هذا السؤال. طيب أنا أشكرك أستاذ أمير الدعمي، وكذلك أشكر السيد مهند الجنابي والأستاذ أوراس آل حمد. شكرا لكم ضيوفي الكرام.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الآن أستقبل ضيفي من جنيف الناشط الحقوقي محمد الخطاب، وكذلك من بغداد الباحث السياسي الدكتور حذيفة الحديثي. مرحبا بضيفي الكرام. خليني أبلش ويا الدكتور حذيفة الحديثي. دكتور مرحبا بك. سياسيا كيف تقرأ تبرئة العيساوي وعودته إلى الساحة؟ تتوقع راح يرجع يمارس نشاطه السياسي وإلا راح يكتفي بتبرئته؟ بداية تحية طيبة لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام والضيوف. فيما يخص هذا الموضوع، يعني بصراحة أعتقد السيد رافع العيساوي راح يكون خلال المرحلة الأولى كمراقب للساحة السياسية، لكن ما استبعد بالحقيقة عودته إلى الساحة. نعم، يعني تستبعد عودته إلى الساحة لأنه بعد عليه قضايا أخرى، وإلا يعني هو صعب يرجع والآن يتأقلم مع الوضع السياسي الموجود؟ بصراحة أستبعد يعني دخول العملية السياسية في الوقت الحالي على الأقل. يعني يدخل كمراقب للساحة السياسية في الوقت الحالي، لكن ما أستبعد عودته للساحة السياسية. ممكن يرجع، خلينا نقول في دورة يعني على الدورة البرلمانية الجاية، أو يكون داخل ضمن تحالف معين. زين. لأن الرجل الأمر يعني إلى جمهور، إلى جمهوره، فبالتالي ما استبعد عودته. لكن بالفترة الحالية أعتقد طيب خلينا ننتقل للأستاذ محمد الخطاب. أستاذ محمد مرحبا بك مجددا. أنت جنابك ناشط بهذا المجال، مجال حقوق الإنسان، وتتابع باستمرار موضوع المختطفين والمعتقلين. القضاء العراقي أنصف المختطفين والمعتقلين العراقيين؟ أولا تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمتابعي قناتكم. أخي أستاذ محمد، نسمع على اعتقالات حزب الله أولا، وعودة سيد العيساوي. فهذه اللي يحصل كله هو عبارة عن سيناريو لإضعاف الدولة قدر المستطاع، وهي دولة ضعيفة أساسا. لكنه اليوم نلاحظ أن العراق يمر بأزمة جديدة، وباء كورونا، إفلاس الدولة، وكل هذا هو ليس من مصلحة الشعب. اللي يدفع الضحية هو الشعب العراقي الصابر. نلاحظ اليوم 800 شهيد عندنا في ساحة التحرير، ولدينا مختطفين ومغيبين. جنابك، احنا عندنا لدينا حاليا الهيئه الدوليه لمقاطعه الهيئه الدوليه للمخطوفين والمفقودين عندنا، لان عندنا لجان هوايه. فهذه اللجنه من قبل سنه ونص تشكلت، مقرها في جنيف وياي بعض الاخوه السياسيين وبعض الناشطين، وهناك محامين دوليين معنا ايضا. طيب. للبحث عن هذه القضيه. احنا نجمع الملفات مالتهم من 2016 ولغايه يومنا هذا. زين. لدينا عدد المخطوفين، ويجب هنا ان نفصل المخطوفين عن المغيبين. المغيبين قانون له. نعم. المخطوفين الذين تم خطفهم من قبل الميليشيات المسلحه بعد ما يزعمون التحرير بالمناطق اللي سقطت بيد داعش الإرهابي. طيب. وجميعنا نعلم هو لعبة كانت للتغيير الديموغرافي، وهذه الأساليب التي اتخذتها الميليشيات الموالية، وهي هذا الذي نطلق عليه. فلدينا ملفات وكتب رسمية من مصادرنا 28 ألف مخطوف مسجل رسمي. 28 ألف مخطوف مسجل رسمي بكتب رسمية. نعم. نعم، بكتب رسمية. هاي أتكلم لك بعد أحداث داعش، يعني. طيب. من 2014 ولغاية يومنا هذا. طيب. لدينا كتب رسمية. زين. عن المختطفين 28 ألف، ولدينا معلومات عن أماكن تواجد بعضهم وبيع الأعضاء البشرية والتجارة بهم. و طيب بعضهم لا نستطيع ان نصرح فيها. يعني. نكمل عنهم بعد قليل استاذ محمد. خلينا ننتقل للدكتور حذيفه. الدكتور حذيفه، تتوقع انه القرار السياسي الان صار ياثر على القضاء العراقي، بحيث اصدار القرارات صار بها نوع من عدم الدقه، او انه القضاء لا بالعكس يعني نزيه والان ما حد يسيطر عليه، كان قبل مسيطر عليه؟
بالحقيقة بهذا الموضوع أكيد المختصين اللي هم أعرف من عندي بي، لكن أعتقد القضايا اللي خلينا نقول عليها خلاف سياسي لربما تؤجل ما يتم البت بها من قبل القضاء زين، لكن قضايا الأخرى يتم البت بها، مثلا قضية المختطفين أو المعتقلين يؤخرون لهذا. تشوف مثل ما ذكروا الأخوة بداية الحلقة أي. كثير من المعتقلين لحد الآن مؤجل قضاياهم. أي. بعض النواب قالوا أنه موضوع المعتقلين وكذلك النازحين الآن أصبح سلعة للسياسيين يمارسوها حتى يحصلون بها أصوات. بصراحة أعتقد موضوع خاصة في بعض المناطق هذا الموضوع لربما مو خلينا نقول مو بيد النواب أصلاً يعني خاضع لإرادات إقليمية ربما. طيب هو خاضع لإرادات إقليمية، لكن إنه يعني اللي ديرشح اللي ديريد يصير نائب أو مسؤول بالدولة العراقية يلعب بعواطف الناس، أنا راح أطلعكم معتقليكم، أنا راح أرجعكم المناطقكم، وبذلك يكسب أصوات. هي صارت استاذ هذه قضية جمهور، يعني قضية ناس، بالتالي أي شخص من اللي يرشح للبرلمان أو أي شخص يتصدى المشهد السياسي يتكلم بها لأن يتكلم بلسان حال جمهوره. لكن على أرض الواقع اليوم شنو اللي تقدم من هذه الفئة؟ هل عادوا نازحين؟ هل تم الكشف عن مصير مغيبين؟ لحد الآن ما تم هذا الشيء للأسف. طيب أستاذ محمد، الكاظمي أيضا تعهد بأنه ذول المعتقلين والمختطفين أنا راح أطلعهم وراح يرجعون لهاليتهم، بس لحد الآن ما شفنا شيء من هذا. أستاذ محمد تتوقع الكاظم يقدر يسويها؟ أنا أسألك. خلنا نتكلم بصراحة. أي. يعني أخذها من عندي كلمة، لا الكاظمي ولا الحلبوسي ولا برهم صالح رؤساء الثلاث ولا قادة الأحزاب جميعهم ما يقدرون يتكلمون ويجدوا. بس الآن أنت دفعة. العفو لو قاطعك، الآن أنت هو دفعة ربما للناس يقول لك أنا الآن جريت لكم كم واحد كان يطلقون صواريخ وشمرتهم بالسجن 3 أيام 4 وخليت المسؤولين عنهم دايخين ويفترون ويريدونهم أطلعهم، بمعناته أنا أقدر أطلع المعتقلين. يعني تتوقع خلال يومين والثالث يطلق صراح مجرمين مرتكبين جرائم وهناك معلومات ووثائق ومصادر ومعهم جهاز المخابرات العراقية مع جهاز مكافحة الإرهاب، يعني تتوقع يطلقوا صراحهم وهم معتقلوهم يوم الخميس، يوم الجمعة والسبت عطلة بالعراق، يوم الجمعة والسبت عطلة بالعراق موجودة. يعني هل داوم القضاء لعيون هذول 14 واحد؟ تتوقع والشعارات من البارحة اللي طلعت والتصريحات من قبل قيس الخزعلي وأبو علي العسكري وغيرهم والتهديدات، وشفناهم جميعا بالمقاطع الفيديو اللي كيف يتعاملون مع الغوغائية العراقية أو نسميها غوغائية عراقية عندما جابوا الشوارع بأسلحتهم الثقيلة ومعداتهم وكأنه غزوا دولة ثانية، وكأنه هم للمعلومة هم ما تابعين للحشد، هم يقول لك احنا صائل مسلحة موالية وموالية لإيران وهذا الولاء معروف. يعني عندك جرف الصخر صار لها 5 سنين محررة، من 55,000 أو 60,000 شخص يسكنها لحد هذا اليوم ما رجعوا، القرار مو بيدهم، بقيت ذهب السيد محمد الغبان عندما كان وزير داخلية العراق اعتقلت ميليشيا حزب الله لمدة 1.5 ساعة أو 2 ساعة، وأنا صرحت في لقاءات سابقة بهذا الموضوع. الشيخ عبد الكريم عطان صار لفترة يناشد محافظ الحلة محافظ بابل للدخول إلى جرف الصخر، ولحد هذا اليوم ما يسمحوا له بالدخول. عن أي سيادة نتكلم؟ السيادة غائبة في العراق سيدي. طيب خليني أنتقل للكاتب من بغداد الأستاذ صفاء الأبيض. مرحبا أستاذ صفاء، الشارع العراقي من خلال اطلاعك على هذا الموضوع، موضوع إطلاق عناصر حزب الله وكذلك تبرئة العيساوي من التهم الموجهة إليه، شلون رصدت هذا الموضوع ككاتب صحفي يعني تابعت خلال اليومين الماضيين هذا الموضوع؟ تحية للأستاذ محمد يا هلا بيك. الجميع يعلم أن ما
مدى الداخلي منذ الوهله الاولى للتشكيله الحكومه مؤقته اجراءات انتخابات نيجيريا. زين. الحكومه تسلمت مهامها وهي امام منها السياسيه والاقتصاديه والصحيه وازمه كوفيد 19. الحكومه انتقاليه. انا اعتقد ان العراق اصبح ساحه لحرب الوكاله خصوصا بعد الاحداث الاخيره. او بمعنى اخر نقدر نقول صراع بين النفوذ الايراني والامريكي. ومن يدفع ثمن هذا الثمن ومن يدفع ثمن هذا الصراع هم الغالبيه من ابناء الشعب المحرومين من امنهم وسلامهم. اي حمله الاعتقاد اللي طالت منذ انا اعتقد انها تنوض اللثام عن صفحه جديده من الصراع بين اطراف الطبقه السياسيه الحاكمه. زين. اللي دور هو حسب سياسه يعني سياسه محاور جزء منها مع سياسه المحور الامريكي وجزء مع المحور الايراني. اعتقد انه هذا الصراع ليس له علاقه باعاده هيبه الدوله كما سوق له اعلاميا. او حتى ان كان مضمونه وهكذا. نعم. وفي او في تخليص البلد من السلاح الخارجي عن سلطه القائد العام. انما هو مساء هو اعتقد هو مساعي لاهداء لاحد طرفي الصراع الدولي الاقليمي على حساب امن وسلامه المجتمع العراقي الذي بدوره الحسن هذين المؤيد ورافض لهذا الحدث الرباعي. زين. شكرا لك الكاتب صفاء الأبيض من بغداد كنت معنا عبر الهاتف، وأيضا عبر الهاتف من بغداد المحامي والناشط المدني الأستاذ نصير الجنابي. مرحبا أستاذ نصير. أستاذ نصير تسمعني؟ أستاذ نصير؟ ألو؟ للأسف تسمعني أستاذ نصير؟ تحياتي أسمعك أستاذ. حياك الله أستاذ نصير. شلون ممكن الكاظمي يستفاد من الحادثة الأخيرة اللي جرت، وأنه هذول العناصر كسروا هيبة الدولة مثل ما يقولون وطلعوا عناصرهم بالقوة، ضغطوا على القضاء ما ضغطوا على القضاء الله أعلم، شلون تشوف هذا الموضوع؟ يا أستاذ محمد ولمتابعيك وضيوفك الأعزاء، يا هلا بك. بخصوص الموضوع أود اختصار إلى ما يلي. منذ تشكيل حكومة السيد الكاظمي في 7/5 من العام الحالي بصفته المستقلة بعد حصول توافقات سياسية بين الكتل، صار المواطن العراقي يلتمس نوايا صادقة وإن كانت بطيئة بعض الشيء، وربما يعود ذلك إلى زحمة الملفات وتعقيدات المشهد أمام حكومة تمثلت بالعجز الاقتصادي والتحدي الأمني والخدم، وهي من مخلفات الحكومات السابقة وتراكماتها. فقد كانت الكابينة جلهم من التكنوقراط المهنيين بشكل أو بآخر، وتبدو منسجمة بعض الشيء. ومن المشاكل التي واجهته في أولها الجانب الاقتصادي بحيث عدد تسلى عن تسديد حتى رواتب الموظفين لولا تدخل سيادته وترتيب الأوضاع بصعوبة. وكذلك الأمر الحاكم والمهم وربما هو سؤال حضرتك، الملف الأمني، وقد حاول جاهداً بتشكيل فريق متناغم من الدفاع والداخلية والأمن الوطني وغيره من الجهات السابقة، وعملت بقفزات نوعية لتركيز ضبط الشارع والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وضبط الموجودية، وتابعت خلايا داعش نائمة في عمليين نوعيتين ضمن أمريكا والجانب الغربي، وكانت موفقة وناجحة. وأما العملية الأخيرة ضمن قاطع الدورة وبعد أن تطاول بعض الخارجين عن القانون في توجيه بعض الضربات باتجاه المؤسسات الحكوميه والاجنبيه في المنطقه الخضراء وقاطع مطار الدولي، وهو امر في الخطوره، وجه بتشكيل فريق نوعي للقيام بعمليه استباقيه في هذا القاطع. نعم. كان السيطره على من تطاول وسبب خرقا للامن الداخلي، كانت العمليه موفقه واحاله المتهمين ومن قام بتلك الافعال الى القضاء. وفي هذا الصدد نتوسم قدرته مع القوات المختصه في الامن والدفاع والشعب على ضبط الشارع. نعم. وضحت استاذ نصير. وتحقيق استقرار المجتمعي والتوجه الى الملفات الحاكمه والضاغطه الاخرى. نعم. في معالجه الملف الاقتصادي والموازنه لما تبقى في العام الحالي والبنى التحتيه والتحضير للاجراءات. طيب. انتخابات. وضحت استاذ نصير، انا جدا ممتن لهذا الموضوع من استعداد.
ممتن لحضرتك استاذ نصير، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا. نصير الجنابي من بغداد، المحامي والناشط المدني. بسؤال اخير للدكتور حذيفه الحديثي، دكتور حذيفه الكاظمي الان شلون راح يستفاد مما جرى في خلينا نقول البارحه، اللي صار البارحه، شلون ممكن يطلع منها اقوى؟ باعتقادي اصلا باختصار الخطوه اللي اتخذها السيد الكاظم حسب ما حسب قراءتي الشخصيه نتهيئ للمرحله المقبله، مرحله ما بعد خلينا نقول تشكيل الحكومه القادمه، ما بعد انتهاء مده الحكومه اللي هو كلف فيها. اذا تلاحظ حضرتك كل رئيس وزراء اجى بمرحله معينه خلينا نقول رفع فد شعار معين، العبادي سابقا رفع فد شعار اللي هو مكافحه الفساد، ما شفنا لا مكافحه الفساد ولا اي شيء. اجى ما بعد عادل عبد المهدي وايضا رفع مكافحه الفساد. اليوم اجى السيد الكاظمي بشعار فض السلاح الخارج عن سلطه الدوله. وكلنا نعرف بالواقع هو السيد الكاظمي اجى بتوافق سياسي. بالتالي مثل ايش خطوه وضحت يحتاج لها خلينا نقول دعم من دعم على الاقل دعم من الجهه الداخليه. وضحت الفكره دكتور، بالتالي اعتقد هو تهيئ للمرحله القادمه. شكرا لك دكتور حذيفه الحديثي، لضيق الوقت انا اعتذر منك، الباحث السياسي من بغداد، وكذلك اشكر ضيفي من جنيف الناشط الحقوقي محمد الخطاب، شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. انتهت حلقتنا، نشكر لكم طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.